عالم نايمني الممثل القدير يلي عندك خبرة كتير كبيرة، صحيح أنت وصغير مثلت بالأسود والأبيض بتلفزيون لبنان وبعدين على كبر رجعت نقلت على المسلسلات الباقيين. أي من هداك العمر أنا بطلع على الشاشة، ما بعرف إذا حيصدقوكي بهذه الخبرية، بس تقريبا أنا ممثل كتير قديم، يعني من قبل الأبيض والأسود، حتى من أيام المسرح الروماني كنت أعرض خيال الظل. لا علي عم قول خبرتني انه مثلت مشهد كنت انت كتير صغير بتلفزيون لبنان. مثلت مشهد كتير صغير مع المنتج محمد سعيدون بالافلام السينمائية القديمة اللي كانت من انتاجه، كانت من اخراج يوسف شرف الدين، وتقريبا اول عمل درامي لإلي كان بشكل يعني بروفيشنال كان بتلفزيون لبنان مع الاستاذ انطوان رمي الله يرحمه. تقريبا كنت باني كان اسمه المسلسل شارع الكسليك، صار بعدين شارع الايام وقتها. علي هلا معظم الاوقات اذا بدنا نحكي بالادوار الجديده دائما بتاخذ دور مش بالضروره الشرير، بس يمكن الانسان الفاسد مثلا بكل الحب كل الغرام، اللي بحب يلعب قمار، اللي بحب يستغل الست لمصرياتها وكل هودي الامور. ليش اوقات بيعلقوا ستيريوتيب انه هيدا هو دور الممثل نجح بهالدور بصيروا ياخذوه دائما بهالنوع من الدور؟ هلا في شقين للجواب تبع سؤالك. هلا اول شيء في حق على الممثل، يعني في ممثل هو بيصير بياخد بس هذه الأدوار. هلا بالنسبة لي أنا شخصيا بالحياة أنا إنسان كتير طبيعي، ماني فاسد، أنا ما بلعب قمار، ماني نسوانجي، فبحب جرب هاي القصص سيكولوجيا، بحب جربها بالتمثيل. وبعض بعض المخرجين والكتاب أعجبوا بأدائي بهذه الشخصيات، فصاروا بس يعني يعرضوا علي هيك أدوار، وأنا أنه بحب ألعبها. هيدي بدها مجهود أكتر؟ طبعا طبعا، يعني إذا بنرجع لورا، إذا بنرجع للسينما الطليانية ولأوائل أول ما بلشوا بهوليوود يعملوا الأفلام، كل الأبطال النجوم اللي بنعرفهم هلا هن كانوا كلهم يلعبوا ادوار باد جايز، كانوا يلعبوا ادوار المافيا من مارلون براندو لالباتشينو لروبرت دينيرو. هالمجموعه من الممثلين المميزين جدا عرفوا بالادوار الادوار الشريره، ادوار المافيا، ادوار القمار. يعني بس كيف كنا نحبهم، يعني يلعبوا دور الشرير دور المافيا ونحبه، وانت هلا حابينك بكل الحب كل الغرام مع انك فاسد. وكان يقول لي الله يرحمه مروان العبدي، يقول لي رح يتكتل الشر بالحلقات، يعني بوسط الحلقات بالحلقات الخمسينية رح يتكتل الشر على بعضه، يعني هيك تحاسبك بالدور انت الشرير. هلأ يعني من هلأ من الحلقة 40 وبالرايح اكيد الشر والفساد حيزيد بالمسلسل، بس بالنهاية هلأ انت بتعرفي هالأدوار بالنهاية لازم يكون في ممثلين يلعبون، وإلا 100%. هلأ انا مرات بحب ضوي على هالأدوار لانه بحب خلي المجتمع يشوف انه هذا الانسان اللي بيكون هيك اخرته كيف بدها تكون، لانه نحن يعني بنحب دائما نوصل رسائل من الادوار اللي بنعملها للمجتمع اللي عايشين فيه، وهي الادوار الرسائل اللي بتوصل منها انه في ناس بالحياه بيبقوا هيك، يمكن اذا شافوا على التلفزيون كيف هذا سيستم وكيف ماشي وين بده يوصل، ممكن بحياته هو ينقذ يضرب فريم او لا. في ناس انا بقول ايمن علي، يعني هلا الشرير رح ينكسح بكل الحب كل غرام فمن حديثك. باقي مطول كتير، في ناس كتير عم بتطالب انه يخلص دوره لفادي من كتر ما كرهانينه، بس انا بوعدهم انه باقي، وانا بدي اقعدهم بدور احلى بعد من فادي اسمه دور ادم الحبيب اللدود. بالضبط، بده يبين بحبيب اللدود، ما يزعلوا مني كمان دور شرير، بس دور مركب، دور كتير حلو. شو هو دورك؟ ست منى طايع، يعني طبعا نحن شهادتنا مجروحة بكتاباتها، أنا هذا مش أول عمل بشتغله لها. دور آدم دور رئيس مخابرات حزب لبناني، بيتعامل مع حزب تاني لحتى يولع المنطقة، يعني عم نشوف بالحرب اللبنانية قديه كانوا الناس أصحاب مع بعضهم من حزبين مختلفين، وقديه كان في ناس هن يلي فوتون ببعضهم. شخصية آدم هي من هيدي الشخصيات، طبعا حي يوصل لمطرح أنه كمان يمارس شرور. علي منيمني، قبل ما أسألك عن مدام منى طايا بدي أسألك، وسامتك جمالك بيلعبوا دور بأدوارك؟ هلأ أنا ما بشوف حالي حلو، ما بشوف حالي وسيم، بس الحلو بده يغري
الشخص الثاني ليقدر يوصل لغايته بالشر يعني. ممكن هلا يعني بالنص بتركيبة الدور بتطغى على شكله. يعني اليوم مثلا بشخصية آدم كنا عم نحكي عنه، شخصية آدم شو ما كان شكله، الشر اللي عنده والمانيبوليشن اللي بيستعملها مع العالم اللي حواليه هي اللي بتعمل اتراكشن للناس. يعني بصير حضوره قوي بقصة المانيبوليشن اللي عم يعمل 100%. علي منى طايع، هالإنسان اللي بتغوص بعمق القصة، يعني بقول انك محظوظ عم تشتغل منها او عم تتعلم من قصصها شيء او كيف؟ اول شيء انا مثل ما سبق قلت لك شهادتي مجروحة فيها لمنى. منى النص تبعها مش بس بيلقط المشاهد بالبيت، النص تبعها بيلقط الممثل بحد ذاته. يعني عندها عمق بشخصياتها ما بنشوفه كتير عند غير كتاب، لانه عندها شغلة مميزة انه بتحسي انه كل شخصية بالمسلسل الى الخط تبعها، ما بتلاقي شخصية بتشبه التاني. يعني مع احترامي لكتير كتاب، انا كمان في كتير كتاب بحبهم بلبنان، هلا منى كتير بحبها، بس انه منلاقي الشخصيات المكتوبة بتحسي بمكان ما انه شخص واحد عم بيكتب كل هالشخصيات. بنصوص منى طايع بتحسي هالشخصيات كلها عم تنكتب من كذا شخص. هيدا العمق اللي عندها منى. وفي شغلة كتير حلوة عندها، انه العمق عندها له ابعاد الدراما قد بال يعني بال بال بالتراجيديا قد ما له أبعاد بالكوميديا. لأنه أنا تجربتي الأولى مع منى كانت بالكوميديا ببنات عماتي وبنتي وأنا. يعني حتى بهيك أنواع نصوص عندها عمق، يعني ما بتضحك المشاهد بسطحية، بالعكس كل شخصية إلها خصوصيتها، إلها تحاليلها، إلها عمرها، إلها مميزاتها. هيدا شيء بيميزها لمنى بهذا الموضوع. طبعا أنا محظوظ، وطبعا كل ممثل لبناني وعربي بيكون محظوظ اذا بيشتغل شخصية كتبتها منى طايع بشهادة مجروحة، مش على اللبناني مثل ما بيقولوا انه عم بيض وجه او شيء. انا محظوظ اني عم بلعب شخصية كتبتها منى طايع. هالشخصية رح تشتغل بس مافيا او رح يكون لها دور غرامي؟ في دور هالشخصية آدم عنده رحلة غرامية بالمسلسل. هو اللي بيميز هذا المسلسل حبيب اللدود، انه قصة الحب اللي فيه طاغي على الحرب وطاغي على الظلم وطاغي على المعارك وطاغي على الإجرام. آدم حيكون عنده قصة حب كمان بس من طرف واحد. حنشوف قديه لما بتكون القصة قصة الحب من طرف واحد قديه الإنسان بيتعذب وقديه ممكن يعمل تنازلات ويعمل قصص لحتى يوصل للي بده إياه. وبس ما حنقلكم بالآخر شو بيصير. أنا بدي أسألك على الآخر، مش شو بيصير بس بدي أقلك بالآخر، آخرة هالقصة اللي فيها عن الحرب اللبنانية بتخلص مثل حربنا اللبنانية اللي مات راح دعان ورجعنا محل ما كنا، يا ما بتخلص ب هابي اند او طريقه ثانيه؟ هلا شيء طبيعي انه نحن لانه عم نعرض للناس، شيء طبيعي انه يكون في هابي اندينج، انه ينبسطوا الناس بالاخر بالقصة، انه كل الناس يلاقوا انه زهور وطيور ونحن بالف خير وهيك. بس بالقصة ما تروح كل شيء. يعني باخر المسلسل في ناس حتبكي، باخر المسلسل في ناس حتنبسط، في ناس رح تقول بدها بعد، في ناس رح تقول منيح اللي معشنا الحرب. يعني ما تروح بالقصة كل الجوانب اللي بدها توصل للمشاهد اللي قاعد ببيته، اللي عاصر الحرب اللبنانية ويلي ما شاف الحرب اللبنانية كمان. علي منيمني كلمة أخيرة. بتمنى هذا أول شيء، بدي هذا يمكن هذا المسلسل بده ينعرض بشهر رمضان. بدي أتمنى إنه هذا المسلسل ياخد حقه، بدي أتمنى إنه ينحضر، بدي أتمنى إنه ينجح مثل لأنه عم نتعب كتير فيه. المخرج، الكاتب، أستاذ إميل طايع، كل الناس عم بيحطوا كل جهدهم لنطلع بدراما لبنانية نقرب فيها لقدام ما نرجع لورا، وهذا اللي عم بيصير. وأنا أكيد حنقرب لقدام، حقلهم انطرونا بحبيب اللدود. وبتمنى أنه يعجبكم. لودي طايع، أنا أول ما تعرفت عليك كنت مطربة، قلت بكتب لك وهالأغاني الحلوين، بعدين غيبة طويلة ورجعت طليت علينا بالتمثيل. أول شيء بدي لك مبروك زواجك الثاني من بعد ما ترملتي. مرسي. هلا. وبدنا نشكر منى طايع، رجعنا شفناكي بالتمثيل، يعني من عشق النساء لسولو الليل الحزين لأمير الليل لهلا كمان حبيب اللدود. أنا عندي تجربة أصلا يعني من المسرح ودارسة مسرح،
ايام عامله دار معلمين فنون يعني، عندي فكره بقى. وقت رجعت على لبنان ما بدي غني بقى، قلت لها لمونا بدي اجرب التمثيل، قلت لي ايه بعمل لك كاستنج، اذا بتمثلي حلو باخذك. بقى هيك صار. شو دورك بحبيب اللدود؟ دور ام الابطال تبع المسلسل، ام اللي بتعاني، ام اولادها بيقاتلوا. ايه بقى هيك، ما في يحكي عن الدور. حقيقته اكبر من باقي الادوار؟ لا مش ضروري، بالعكس دوري بامير الليل كان كتير كبير كمان. دور حلو. وكيف انت يعني امه ليورجو شلهوب؟ نعم، امه ليورجو شلهوب وامه لزياد صليبة. كيف الشغل مع منى؟ كتير حلو، بس المهم تكون ستريكت بكل شيء عندها، يعني ما عندها يا ام ارحميني مثل ما بيقول، يا اخت ارحميني، يا اخت ارحميني ما عندها. طيب شو بدك تقولي للجمهور اللي ناطر الحبيب اللدود؟ يعني بقول لهم انه انطروا الدراما الحقيقيه جميله كتير، حقبه بتاخذ العقل. يعني بنتمنى انه تنال اعجابهم يعني، بس اكيد يعني كتابه منى طايع على طول مدروسه وفي هدف ورساله من وراء دراما تبعها. ميرسي رودي وبالتوفيق. ميرسي كثير ست هلا، كلك ذوق.